واحد بيقول ليه هواية كتابة الشعر وأريد دراسة أسس الشعر، يقصد طباعة الشعر يعني من أوزان الشعر والعروض والقافية والزحاف والعلة إلى آخره. بيقول لي بماذا تنصح؟ أنا فاكر إن في ناس طلبوا مني دراسة الشعر، وكنت ألقيت عليهم محاضرات في الشعر وأوزانه بطريقة سهلة جدا. أعتقد الحاجات دي موجودة عندنا في المركز بتاع وسائل البيضاء. خد المحاضرات دي واسمعها وحاول انك تفهمها حتى حتى. اذا ما لقيتهاش ودورت على كتب الشعر مش سهلة. يعني انا لما قلت المحاضرات دي كان في قصدي تبسيط العلم ايا كان، انا اميل الى تبسيط العلوم، الى تبسيط اللاهوت، والى تبسيط الكتاب المقدس، والى تبسيط الروحيات، والى تبسيط الشعر. ياريت تلاقي المذكرات، لو دورت في الكتب حاجة صعبة. على اي الحالات ان حبيت اسلك في الطريق اللي انا سلكت فيه، انا تعلمت اوزان الشعر عن طريق كتاب اسمه اهدى السبيل الى علمي الخليل. اهدى السبيل الى علمي الخليل، وعلمي الخليل هما العروض والقافيه.